انا المهندس عبد المجيد مجدي، محافظة الجيزة، المؤسس بتاع شركة ايدي بلوك. الحقيقة الفكرة جات لنا في 2016 لما لقينا ان معظم الدول الاوروبية وامريكا بيشتغلوا بالجبس في المباني، فقلنا ليه ما نشتغلش احنا كمان بالجبس. فبدأنا ان احنا نفكر نعمل نفس الشكل بتاعهم بالجبس، لكن كانت عندنا مشكلة، الجبس عنده مشاكل مع المية مش مقبولة في السوق بتاعنا. فبدأنا ان احنا نعالج مشاكل الجبس مع المية. ثلاث مشاكل بتوعه: ان الجبس بيتبري بالمية، وان الجبس عنده مشكلة تانية انه بيتنفخ بالمية، والكمبريشن بتاعه او ضغط الجبس نفسه ضعيف. فبدأنا نعالج ده باستخدام بعض المواد الكيماوية وبعض التوابل للطعام. وصلنا النتيجة اني عملنا بلوك بمقاس كبير، الثلاث بلوكات منه بيساووا متر مسطح مقارنة ب 36 طوبة في الطوب العادي. الإنتاجية أنا في الشهر أنا عندي بنتج تقريباً 10,000 متر مسطح. طوب الأحمر قوي؟ لا، دي أقوى في آخر صفحة موجود فيها ثلاث أضعاف. دي أقوى من الطوب الأحمر ولا أقوى من الجبسن بورد؟ ثلاث أضعاف. لا، الطوب الأحمر أنا مش دعوة بالجبسن بورد، أنا مش بقارن نفسي بجبسن بورد خالص. أنا الطوب الأحمر بيشيل 350 طن لكل متر مسطح، أنا بشيل 1000 طن لكل متر مسطح. هو مبهر ومرعب ان هو مش فاهم الفرصه اللي تحت ايده. خلاص تيجوا مع بعض نشوف سكور عشان نقلل التوتر ده. يلا بينا ان شاء الله يبقى خير. يا رب.